هنا هنا عند القطعة. هنا 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 ادري هم مكانه. بس هذا انا معي بسه في الجو. انت خفيه بدو. والله في ناس كمان نفس السكن جايين معانا. وال ايه كلهم بغان قطعة. تعالوا هنا ما بغان كلهم قطعة مفتوح للكل صح؟ انا مرة صواء انا بغان بسلاح عليه. انا ما اخدته يما جاني بسلاح. اوه كيف دا ارون ارون سام تحت سام فوق. بجيكم انا فينا ابغى القطعة دكتور. دقيقة يا سيد لرورو رورو. يصحى يوش طالع ده. هاي هاي باقي واحد شفته يطلع. انا وجاي انا ذبحني لانه مع الشيلد. واو اسطورتي. يلا يلا انا ثواني وجاي. انا مت وجا. قفل الباب. فاطمة وانا اروح صحيكي. الاسلحة زق وش ذا الاسلحة؟ اه ما معاهم السكن حق البنت. واحد بس شفت معاه ولا؟ لا ثلاثة انا شفت. الباقيين فقع. بلا بصحيكم هناك في مصر. اين في هذا؟ في الصين. روضة تقول احميني. والله حياتي ما انا بروح الوت ما عندي لوت. انا قفلت اصلا من غير ما اقفل. الاسلحة زق. شوف الله شعرها. شعره يضحك. مدري شاخذ سلاح شاف ولا في البنات. ما احب العب باقي الا هم. والله البنفسي اللي مات مره قوي. ها؟ ما احبه ما احب العبه ما اعرف اي انباه تمام. المكان فاضي ما في اسلحه. مكان فيه بس لوت مبشطش. ابغى اروح بيرفت بس ابغى لي سلاح شوية. ما اروح هناك واصطدم من الناس. ابغى لي بوم. هو المدينة كلها. كان برضو اذا كان في ناس يكونون قد خرجوا. طيب الاسلحة تطلع لي فاطمة. بروح بيرفت خلاص ما بلوم ما بلوم.
يمديك تلوتين بعدين تروحين. ايوه بس خلاص بصحيكم عشان تلوتون حتى انتم. ضرب ما في احد، خلي السكواد كامل عليه فاطمة بموت، ما عندي بوم. والله ما يكون في احد. اذا ما سمعتي صوت طلق على ذي العصافير ولا ما في؟ ايش اخطيتها؟ وش ذا؟ والله بوم بوم ذهبي. باخذ بعدين بصحي لكم. تخلي ما يطلع بوم. لا بوم شفته. الله ما شاء الله. الله قلت ابغى سلاح بس بوم على قد. كذا سوت لي نوع. كذا. كيف بس؟ وديتكم مكان في عصافير عشان تلوثون. طب بكسر لك العصافير وانتم روحوا لوثوهم. ما خلاص. هذا خرج يطلق على طول. ها خذي خذي لوثو. واو شو هذه الاسلحة؟ مدري ايش باقي. لوت البيوت انا لقيت الكيس لح كويس ب بعطيك. هلا يب ما متوا ما شاء الله. من هون فاطمة تعالي في بوم ازرق. بوم ازرق تعال تعال سير يا اخوي في تكتيكال هنا. تكتيكال تكتيكال كلها بحدد عليها اللي لقاها. بموت ابغى اتفرج طفشتهم. واحد 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 موف 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 جاي والله والله ارمي ارمي الازرق ارمي بسرعه. ما بحدد عليه ترى هنا طاح عند الشجره. اصلا عادي انا بموت والله ما تشيل اللوت. كلب والله يبغاه. انت متي وين؟ والله انت ما تخاف ربك عند البيت هذاك. ما خرجتي منه؟ تو انا مسكت اليد لاقي فوجي ميم بالسنايبر يستناني اتحرك. والله لفيت بالغلط في عيني. اي دروع هنا يا فاطمة. هو انا اشوف عند موارد ترى انا رحت عشان اصحيهم. كفو انت كفو. ماني ايش اسوي يا اختي؟ والله اني كفو صحيتيني. هي اصلا رورو تقول انا ابغى اموت عشان اتفرج. وين هذا اللي اسمع اسمع صوته بس ما ادري. بعدين وديتكم مكان فيه لوب عشان تلوثون. وين قرينا اسمع ادري وين بقطع هذا السلاح في كل مكان. فاطمة تبغين تبدا اخذي ما اعرف العب. في واحدة تصيح هنا. وين لا ما شلت بطاقة فيه ما انت كفو. ما اخذ بطاقتك انت في الزوم. احنا هذيك والله اللي معاكم مو نوبو بس زي البوتات حق بابجي. والله ما يعرف يمشي كفو. تلقاه حقه خربان جيري والله.
غير صح غير غير حقي عيش خشي كامل يلا باكين بس تجيب معي دروع ولا شرب؟ ليه حياتي؟ انت برمي انا بروح خلينا نروح للدروب طلع له سكار صح؟ افضل من وبين يا اختي كيف نوب وعنده هذا حق ايش اسمه الشراك؟ ما ادري هذا قديم هذا من السيزون الثالث بابا ما هو نوب ما هو نوب يعني ما هو نوب عاد بابا طبيعي بس يهدد شلدات نفسي اعرف ايش شايل رورو ايش شايله ايش شايله ايش معاه ليش قوي ايش معاه اسلحه سكار ذهبي ورفت خلاط مافي وشدق ازرق ومظلة خلاص وبعد الخواج وواه ايش نجيب الجيم والله يا اخي ما ادري بجمع موارد تعال حلو قنبوره يا فاطمه لو فزتوا كل واحد له 50 دولار ها تترك علينا تقول اذا فزتوا بعد اعطي 50 دولار والله يلا عيش نطلع ال 50 دولار تتريق ترى انا عندي ما تتريق بس لا كلام مصدق تتريقين انه بنفوز قصدي لا اي اتريق انكم بتفوزوا بس لو فزتوا بعطيكم شكل قصدي عيدية كثير هي ما شاء الله يعني من غير عيديات من غير عيديات اللي هذاك ما تروح البعيد لا ما يخاف لا لا انا اللي ساعة كسر الموارد هذا الفوز عشان 50 دولار والله عشان ما نخلينا نفوز يا سلام والله خمسين الله والله 50 حلوة لكن الله فاط والله ما عندي استطاعة يعني أفوز لا خل نزبن نزبن لين آخر هذا ونحاول خوي أنا ما في زبن طيب تعال أعطيك طلقات تعال خلي يروح واحد يدرع يمكن يبقى ضدنا واحد ما تدري يا رب يبقى واحد ويا رب تدفع لنا 50 دولار وهي تتفرج تعالي فاطمة تعالي ايش لقيت تقولين؟ بعطيك طلقات برا هنا عندي خلينا يبى يمشي الزون لا والله شكله ما ادري يوقف 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 اللاعب بعدين يأشر وبعدين والله يعاني ذا يمكن عنده لاك والله سنتين فاطمة فاطمة نلعب يا فاطمة فوز والله ايه خلاص انا بعرك اسرور لا تكلمي ما اتكلم خليها تروح علي والله لا اربشكم لا تربشينا خلينا نفوق كيف تبوها بس انت تري قفاق ورب ترب انها حاسه ان احنا ما بنفوق كاش مو اقساط زين كذا تجيني كاش افا انا من متى اعطيك اقساط يا فاطمه تعرفيني الله 50 دولار الله تعال فاطمة بندس هنا حلم بيس الجنة تعال تعالي تعال ندس طلع الخمسين من عنا تعال هذا خوي انا يحدد كل شيء في الحياة الله لو مو تزبني بس بن وفوت تعالي فاطمة انا شوف انتو ما تدروا انا شوف انا ما راهنت كذا ترى في اثنين واحد من جولة بيضة واحد من الزومبي ترى جد وعشان كذا انا اتكلم
طب يمكن قد ما طيب فاطمة تعالي 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 والله لو في انجولا وستيف بنت الزومبي قتلتها مرتين بنت الزومبي قتلتها مرتين بنت الزومبي قتلتها وهي ما هي بنت الزومبي هذه بالفورمة اللي بالفارما قتلتها كذا بنت الزومبي قتلتها مرتين يا اخي في فرق يا اخي ما هي بصحتها يعني كيف اقول لك لا بصحتها حتى ذبحتها بصحتها ذبحتها صغيرة اللي يلعب اخوها الصغيرة اللي يلعب بس اسمه ذاك اسمه السكريتون المو يا ويلكم يا ويلكم مرة واحدة بس ذبحته انا ذبحت كل الاشكال انواع الاشكال راح يركب والله صح إيه خيانة كمان الجيم كان إيه. 7 صار 10 انتو بذي الدرجة تبغوا $50 ايوه ايوه عشان مسكين انت نزل نشتري شايفة عيوش ايوه يا ويلك والله الله يا ربي يا لا لا تفرش ولا هذا فضحنا كفو يا عمري عمري انبط واحد نقه واحد نقه والله اني قايل والله اني قايل انا ذبحت واحد ترى والله اني صوتها صافي لا انا ذبحت واحد بس سنايبر الله لا يوفق هذا الزق اسمع جزال جزال امشي امشي عليهم احنا نلعب للفوز مو واحد دمجت واحد 105 خلاص اطلع من بوشك دو عيش تعال نبقى بزون عيش خلي نفوز يسكت خليها تموت من الزون عيش امانة تعال خلاص والله تبى تتحرش اخر تيم روح نخش عليهم بسرعة ما اخر تيم تعال تكفين جد اخر تيم يلا خش يلا بنفوز كنسل ها كنسل ضدكم واحد والله كنسل اقول يلا كلمة رجال خلاص ما تنسحب ما في حظي لا انا ملعب يا ربي يا معرك يا اخي لا تحرق ممنوع الحرق ممنوع يا ليزا والله كفو